اختناقات مرورية، زحام وهواء ملوث، متلازمات المدن الكبيرة كعاصمة بريطانيا لندن التي ارتفعت فيها نسب التلوث بشكل كبير خلال العقد الماضي. فدق خبراء البيئة والصحة ناقوس الخطر بعدما تجاوزت الغازات السامة النسب المقبولة عالمياً والتي تؤدي إلى الإصابة بأمراض الربو والقلب والأوعية الدموية نتيجة تسرب الجزيئات السامة من خلال استنشاق الهواء الملوث، وهو ما يعده المختصون ثالث أكبر سبب للوفاة التي وصلت إلى أكثر من 40,000 حالة في عموم البلاد، معظمها في المدن المزدحمة كلندن. هناك العديد من الدراسات التي تبحث في العواقب الصحية المرتبطة بتلوث الهواء والتي تكشف المزيد من النتائج الصحية الضارة، فقدان البصر، القدرة المعرفية، الخرف، وهناك العديد من الدراسات الأخرى. الإجماع هو أن تلوث الهواء أسوأ على الصحة مما كنا نظن في الأصل. بلدية المدينة سارعت قبل 3 سنوات بسلسلة إجراءات من شأنها تخفيض نسب التلوث من خلال الحد من الانبعاثات السامة وتحسين جودة الهواء، ففرضت رسوم دخول يومية عالية على المركبات التي تعمل بالديزل والمسجلة قبل 2006 والتي لا تنطبق عليها المعايير الأوروبية التي تنظم انبعاث الغازات، مما ساهم بانخفاض نسبة التلوث بنسبة الثلث تقريباً. لكن منظمات مختصة أشارت مؤخراً إلى أن أطفال لندن هم أكثر عرضة ب5% للدخول إلى المستشفى للعلاج من الربو من أقرانهم في المدن الأخرى. الإجراءات التي اتخذت لم تكن كافية في ظل زيادة أعداد الوفيات التي عانتها بريطانيا بسبب أزمة كورونا وعلاقة جودة الهواء بمعدل وفيات كورونا، مما أعاد ملف خفض مستوى التلوث إلى الواجهة مجدداً. إجراءات عديدة أقرتها بلدية لندن كتخصيص مسارات للدراجات ومناطق للمشاة خالية من السيارات، ووضع مخططات لتوسيع الأرصفة من شأنها المساعدة في خفض انتشار الأوبئة ونسب التلوث. إن أزمة كورونا تجعلنا مضطرين لإعادة التفكير جذرياً في الطريقة التي نفكر بها في التنقل في مدينتنا. الدعوات الحكومية لسكان المدينة لتجنب استخدام وسائل النقل العام تفادياً لتفشي فيروس كورونا دفعت بالدراجات الهوائية والكهربائية للواجهة، وسط تعهد الحكومة باستثمار أكثر من 2.5 مليار جنيه استرليني لتشجيع الإقبال على الدراجات وإنشاء ممرات خاصة لها. أعتقد أنها فائدة مزدوجة، لأن الناس سيعتمدون على الدراجات بدلاً من السيارات. وفيما تعد الغازات التي تنبعث من عوادم مركبات الوقود السائل من أكثر أسباب التلوث في العاصمة، فقد وضعت الحكومة المحلية خططاً أولية لمنع دخولها بحلول عام 2030. فأصبحت السيارات الكهربائية أكثر المحاور التي تم التركيز على تطويرها بعد أن تم التخلص من الحافلات التي تعمل بالديزل واستبدالها بحافلات كهربائية أو هجينة الوقود، واستبدلت سيارات الأجرة الشهيرة في لندن محركات الديزل بمحركات هجينة. لدي هذه السيارة الهجينة الوقود مع البطارية الكهربائية، لكن سأستبدلها بسيارة كهربائية خلال 2 سنوات، لأن ذلك جيد للبيئة. وفي الوقت ذاته طرحت الحكومة برنامجاً لدعم مبيعات السيارات الكهربائية بدفع جزء من ثمنها للشركات المصنعة لتشجيع العامة على شرائها، والتي لا تزيد نسبة مستخدميها حتى الآن في عموم البلاد على 1%. التوجه نحو سياسات بيئية لم يقتصر على الحكومة المحلية في مدينة لندن، إذ أعلن رئيس الحكومة بوريس جونسون ما سماه الثورة الخضراء، مشدداً على دعم الاستثمار في الطاقة البديلة بـ 12 مليار جنيه استرليني. جهود تحسين جودة الهواء في العاصمة لندن تأتي ضمن الخطة التي وضعتها حكومات متعاقبة لتصفير غازات الاحتباس الحراري بحلول العام 2050، وذلك ضمن محاولة بريطانيا أن يكون لها السبق مجدداً في ثورة صناعية خضراء التوجه. حيدر الصافي، تي آر تي عربي، لندن.